لو لم أدرك صلاة التر... العشاء وأدركت التراويح هل يجوز أن أنوي العشاء مع الإمام وتم الباقي نعم يجوز ذلك فهذا أحسن من إقامة جماعة أخرى نشاهد في بعض المساجد الإمام يصلي صلاة التراويح وجماعة أخرى تقيم صلاة الفريضة هذا خطأ لا ينبغي أن تقام جماعتان في مسجد واحد في وقت واحد هذا ينافي المقصود من صلاة الجماعة وإنما المطلوب من هؤلاء الذين متأخرين أن يدخلوا مع الإمام في صلاة التراويح فإذا سلم قاموا وقضوا ما فاتهم